إذا كنت تعتقد أن الحمار الوحشي هو حيوان ضعيف فأنت مخطئ بكل تأكيد. فبالرغم من أن هذا الحيوان يكون فريسة للأسود في معظم الأحيان، إلا أنه يتمتع بقوة كبيرة عندما يغضب، حتى إنه من الممكن أن يهزم الأسد حينها. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو إن كنتم تحبون هذه النوعية من الفيديوهات. هيا بنا. لقد كانت هذه اللبوات على أتم الاستعداد حتى تهاجم الحمار الوحشي الذي كان يمشي مع القطيع. والآن بدأ الهجوم. يبدو أن الحمار الوحشي كان أسرع من اللبوة هذه المرة، لكن ليس لوقت طويل، فقد تم الإمساك به بعد مطاردة طويلة. لكن الحمار الوحشي هذا كان شرسا جدا في الدفاع عن نفسه، حتى استطاع تخليص نفسه من ملك الغابة الذي يمتلك قوة كبيرة. يبدو أن الحمار الوحشي قد أفلت بعجوبة حقيقية، لكن لا أحد يعرف ماذا حدث بعدها، ولكنني أتمنى له هروبا موفقا. في مشهد آخر وأكثر من رائع، تم تصوير لقطات مدهشة لحمار وحشي كان وحشيا بالفعل في مهاجمة الأسد عندما تم الإمساك به. ربما استطاع الأسد في البداية الإمساك بالحمار الوحشي وتثبيته أرضا ظنا منه أنه سيكون وجبة سهلة، لكن الأسد كان مخطئا طبعا. فبعد لحظات قليلة كان الحمار الوحشي قد استعاد قوته واستطاع إفلات نفسه بشكل لا يصدق من هذا المفترس. ويبدو أن الأسد قد تلقى بعض الضربات القاسية من حوافر خصمه الذي من الصعب أن يهزم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحياته. ماذا لو التقى الحمار الوحشي بحمار وحشي آخر؟ هذا ما حدث في هذه المعركة التي كانت أكثر من رائعة، حيث التقى اثنان من حمار الوحشي وشنت بينهما معركة ملحمية للحصول على الطعام. سنشاهد في الفيديو كيف حاول الاثنان قتل بعضهما البعض بمنتهى الشراسة، إلى أن قرر أحدهما الهروب، ولكن يبدو أن خصمه ما زال مصمما على الاستمرار في المعركة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد يوميا. إلى اللقاء.